فترات هي الصفقة الأكبر في الفترة الأخيرة لبايرن ميونخ الذي تعاقد مع الهداف التاريخي لتوتنهام هاري كين قبل ساعات معدودة على انطلاق أولى مبارياته في الموسم 2023/2024. أعلن بايرن ميونخ في بيان رسمي تعاقده مع صاحب ال 30 سنة في صفقة قياسية كبيرة مرعبة. وقع كين على عقد حتى صيف 2027 وارتدى قميص ليفاندوسكي رقم 9. وبحسب التقارير فإن صفقة انتقال كين لبطل ألمانيا كلفت الأخير 110 مليون أورو، وهو رقم قياسي في تاريخه لن يحدث من قبل. أصبح كين الأغلى الأكثر يعني قوة وانتشارا على صفحات السوشيال ميديا، أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونخ والبوندسليغا، متجاوزا صفقة انتقال المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى النادي البافاري التي بلغت مقابل 80 مليون يورو. أخيرا بايرن ميونخ حصل على خدمات هاري كين بعد الصراع الكبير مع توتنهام. أتمنى التوفيق لبايرن ميونخ وأتمنى السعادة والنجاح لكل الأندية في الدول العربية.